بينما أدان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الهجوم الإرهابي مؤكداً أن تكرار تلك الهجمات الإرهابية يستهدف الوطن ووحدته وليس الأقباط، داعياً الشعب المصري للتصدي لتلك المخططات الإرهابية ومشاركة الأقباط في الاحتفال بعيدهم. ونعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر شهداء الوطن مؤكداً أن هذا الحادث لن يطفئ الفرحة بميلاد المسيح. كما أدان